بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل المحاضرة من ما انتهينا. كنا نتحدث حول أنواع البوكس كلفرت اللي هن كان جروب، يعني جروب أي ثلاث أنواع اللي هو كيس 1 كيس 2 كيس 3، وجروب بي اللي هن هم ثلاث أنواع اللي هو 4 و5 و6. فكيس 4 جروب بي يكون عندنا الاب ستريم اند، نهايه الاب ستريم للكلفر دائما اب سبميرجد، يعني دائما مغمور بالمي. فالكيس 4 يكون الالت اند اوتلت ار سبميرجد. اهم شيء بالحاله انه نعرف المحدد التصميمي مالتها، الكابيتال اتش هو اكبر من 1.2 دي، والواي تيل اكبر من الكابيتال دي. هذا اللي هو الكابيتال دي، وهذا اللي هو الواي تيل، اللي يشوف هذا واي تيل اكبر من كابيتال دي اللي هو الدبث، والاتش اكبر من 1.2 دي. فهذه الحالة اللي هي الكيس 4 تكون عندنا سبميرجد مع المي. هنا كلفرت سيل، هذا الكلفرت سيل هنا جزء من عنده متغطي مغمور بالمي، وهذا واضح يعني الكيس شلون تكون. هذه عندنا الكيس 5، هذا الكيس 5 اللي هي submerged inlet. اهم شيء احنا بالكيس انه تكون الاتش شنو علاقتها بال 1.2 دي، هنا اكبر الاتش واكبر من 1.2 دي، والواي تيل اقل من الكابيتال دي، وهذا الرسم الخاص بالكيس 5. الكيس السادسه اللي هي هذه، هذا الكيس السادسة عندنا partly full flow submerged inlet rapid flow case at entrance free outlet hydro likely short. المهم يعني هذه الكيس تكون عادة هي نادرة، أكثر شيء الكيس 4 اللي تستخدم. اوكي، بعد ذلك the flow، هنا الشيء المهم انه التصريف يساوي سي دي اللي هو coefficient of discharge في البي اللي هو عرض القناة، في الدي ارتفاع المي، في 2 جي اتش اس نصف يعني جذر 2 جي اتش هاي كانت. فهذه معادلة اورفيس جذر 2 جي اتش في الاريا، وصارت عندنا يعني في اي اصلها. السي دي coefficient of discharge يساوي 0.42 زائد 0.05 كابيتال اتش على دي، وهذا المحدد مال كابيتال اتش على دي لازم يكون اكبر من 1.2 واقل من 4 طبعا بالميتر سيستم. هاي الكلام اكو عندنا نوت اربع ملاحظات تدور حول الديزاين بيربوسز، الاغراض التصميميه. احنا المصمم عاده يختار الكلا المدخل والمخرج، يعني كلا الابستريم او كلا الالت والاوتلت يكون عندنا سبميرجد. عادة يكون الاغراض التصميمية على ما تكون بالسيف سايد، نختار انه الالت والاوتلت اثنين سبميرجد، لذلك الكيس 4 will be selected. يعني كيس 4 احنا لازم ناخذها على مود تحقق لنا الاغراض التصميمية. المواصفات العراقية تقول ال H على D لازم يكون أكبر أو يساوي 1.2 to ensure inlet submerged. Decrease this economy results from designs based on the culvert flowing full. This requires careful attention to the inlet design slope and roughness. In Iraq، بالعراق عندنا طوبوغرافية مالتنا تكون فلات، فهذه يفضل أن نستخدم الحالة الرابعة. هنا عندنا ال for case 4 shown in the following figures the discharge head relation is given by. هذا الرسم يوضح لك كمية ال H وال V وال D. هذا هم رسم تصميمي، هنا ال velocity، هنا capital V اللي هو عمق الماء، طبعا هذا يمثل ان ال ال L اللي هو الطول، طول ال الكلفرت. هنا واي تي اللي هو الواي تيل يعني بالداون ستريم، وهذه الحسابات للسيركلر بايبس اتش زائد ال ساين ثيتا يساوي واي توتال
واي تي العفو تيل ووتر زائد دلتا اتش، دلتا اتش الاتش اي زائد اتش اف زائد اتش نوت. الاتش اي اللي هو الانترنس اللي هو الهيد لوسز نتيجة الانترنس يساوي الكي في الفي سكوير اوفر 2 جي، والاتش او اللي هو اتش اوتلت هم كي في في سكوير اوفر 2 جي، هو كي 1 كي 2 هنا بس تتغير الكي، والا ما هو القانون هو ثابت كي في سكوير اوفر 2 جي. الاتش اف نتيجة الفريكشن، طبعا هذا الانلت والاوتلت واللي يعتبر ماينر، والميجر هو الاتش اف اللي هو هذا اخذناه بصف الثاني لما درسنا تأثيرات العفو، لما درسنا البايب ان فلو ان بايب فلو ان كلوز كونديوت، فلو ان كلوز كونديوت كان هذا.